أنا آسفة. والهج شو عندك طالعة؟ شنو ما تخافين من يمي؟ شلون ما أخاف من يمك؟ غير اليوم درجة الحرارة 51 أكثر من سعة بابا بدرجة. ليش أبوك شقد سعية؟ ها؟ مو سعية 50 بالقوات نجحوا، والنوب اللي كتلك يقول شد حيلك. المهم بلا تحشيش، ش عندش طالعة؟ لازم ما تحترمين حرارتي. شلون ما احترمك؟ أصلاً نهيبتك جاية حمل ندوم عليك وأشوف المسبح واسبح بيه لأن حارة تطبخ طبخ. ولج نرجوس إيه؟ ليش ما تخلين خواتك يلعبين وياك؟ إيش طلعك؟ هو أنا ما عاودة تقشمر عمود طب؟ ياهي بقسمين ياهي. يعني تفضل. طبون جوا لا أشويكم شوي. أنا أتعجب على العراقيين، غير دول طوها عطلة. والعراقيين لا كهرباء لا سبالت، وهم ولا كنهم ما تأثر بيهم الحرارة. إحنا العراقيين كيش نأثر بينا؟ يعني أنت تصوري نشتغل عمالة والساعة بالوحدة الظهر بهالحر ونشرب شاي حار. وقف تحت ند قدام الشمس، هي هاي السالفة؟ أبوكم الظاهر صادت حماوته ويراد له شوية زينة. هاي وهسه انت نشتردن حريق له حمس. لا لا قبل تحرقينا شوفنا حقش مرهب. انت اللي حرقت العراقيين، انت اللي سويتينا سودانيين، فوقها ماكو وطنية وراح نصير صوماليين. يلا ماشي انقهرت عليكم بعد ما حاكيكم. يلا يلا نريد منك بس شغلة واحدة، تسوينا لندومي. تصير تعال ناكل اندومي. من حرارة الشمس اندومي صار طيب اطيب من الطباخ. يلا سعفونا خلينا نطب نسبح. يا طب نطب يلا بس هاي فرصتنا لازم نرجع نسبح ما دام بابا حرقت الشمس وطب. يلا رجعن رجعن يما حار. يلا 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 احنا نستحمل احنا نستحمل. قومن قومن يلا قومن اسوي كان تيفو. اكبر غلط السبحان هنا انا بالمسبح والشمس تدق بيك. طبعا انا اسف ما عليك. باي يلا يلا العصر بالليل السبحان ما يصير هسه. ما يخالف اكبر غلط الاطفال يسبحون بالمسبح والشمس تدق بيهم. قبل يصير بيهم تيفو. يلا تعال تعال نزل يلا تعال يلا يلا تعال قعده هنا قعده مش فين ارواحكم. ما يصير السبحان بالشمس اكبر غلط هذا الشيء. لعبه نبالي الالعاب بايش قلت حلوه اللعبه هاي روان ضلت بيها سنه. يلا لعبنا بهذا البيت ما طول جت الوطنيه خلينا نام لساعتين ودير بالك انا صعدنا السبحان ابد خوش. يلا يرباش على خواتك. بس خلي العب وياك هذا البيت. لا انا تعبت علي وبنيت ونطج انت فلشنا. يا تشس احنا مو خواتك ليش ما تخلينا نلعب؟ دروحا يا دليل لعبان ببيتي. وتشارج يطلع الحصان بعد ما دقوا علي الباب وشردوا. قرر اسوي لهم كميل ختل هنا. جت الشجرة دقت علي الباب. ووجاها وليش؟ تقين بابو تشودين ليش انا مقليك بشي؟ وكلها طب 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 ببغى داخل البيت وطلع فرحان بعد ما انتصار. ما نقبكي خلنا نروح نسعد فوق المسبح نسبح مع طول بابا نايم. يلا نوران مو صحتي ليش بتجابك يمه نوران نوران
بلاتي راحت. بابا خلنا ناخذها للمستشفى. لا بابا لا، خلنا نسوي اسعافات اولية وبعدين ناخذها للمستشفى. وياي وين سوي شحن صدره؟ الحمد لله والشكر. الحمد لله والشكر. الحمد لله والشكر. قاعدين حبيباتي قاعدين. قاعدين. والله خفيت عليهم خوفي. ابويا ليش السبحان؟ مو قلت لك ان السبحان من المسبح خطر ودنيا ظهر مو زين علي شين. وانت الثانيه. انت الثانيه غير تنتبهين لخواتك وانا وصيتك عليهم. بابا انا اسفه. قل لي خلي العب وياك شين بالبيت وانا ما قبلت. المفروض دور الاخت الكبيره تنتبه على خواتها اذا طلعن اذا صعدن اذا سوون شيء، وهن صغار ما يفهمن، المفروض انت تديرين بالك عليهم، هذا كله بسببك انت. المفروض تتعلمين من هذا درس، وبعد منه هيك ما تعيدينها ابد، وتاخذين بالك من خواتك الصغار، لان هن ما يفهمن وانت تفهمين، انت كبرتي. صار بابا انا اسفه، وهذا درس وتعلمت منه. حبايبي من هاي الرساله؟ هواي كثرت مسابح بالصيف عند العوائل. ويسبحون بيها اللي بقد نور وروان ويغرقون، فانتبهوا من اطفالكم. وبالمناسبه هذا الصيف هواي اطفال وصلتنا حالات غرقوا بالمسابح، بالخصوص الاعمار الصغيره، فدير بالكم على اطفالكم. والرساله الثانيه هي انه شكو شخص بالغ قد مرجوسه يفتهم يعني لازم يدير باله على خواته. على خواته من ابوي يوصيه شنو؟ دير باله على خواته. ياخذ حكي ابوه ويسمع حكي ابوه، الاطفال الصغار شو يسوون؟ يسمعون حكي ابوهم. والشغله الثانيه والاهم، اكو هواي اسعافات اوليه باليوتيوب تعلموها تفيدكم بحياتكم، بالخصوص لا سامح الله اذا هيك حالات تصير، تعلموا من هاي الدروس. تحياتي لكم، شو نقول لهم؟ باي باي. يلا هسه نروح نسبح. لا قاعد بعد ما في سبح. لا ماكو سبح. يلا تعال. لا هسبح عليك. شو هسبح؟ هسبح هسبح. رساله وصل رساله وهاي تلبس الحين. انا عشره. من حارة الشمس الندوم كان يطبر أكثر من الطب. من حارة الشمس الندوم شيء طيب